ايش رايك بالهبه؟ انت مع الهبه ولا لا؟ اول شيء بالاضاءه كل الهبات اللي قاعد تصير ضروري نشوف الهبه الحين مع بعض. هذه هبه من هبات هذه حاليا انا كنت قبل فتره بفبروري كنت بمعرض بالمانيا وهو اكبر معارض مختصه بالاضاءه تصير، فهذه كانت احدى الهبات اللي هي التونبل لايت اللي كنا ما في اضاءه فيه ما ادري يعني اي تغيرين هذا الويف اي تصير شفافه بعدين تصير بيضة لين ما تصير أمبر اللي هو اللون الأورنج هذا. صحيح. شوفي هذا اللون إيش كثر اختلف عن الألوان السابقة. الحين أطروح أكثر حق المكان حتى على الفلاورز. حتى المكان شكله غير يتغير مع اللون الإضاءة. يعني كذي مع الأبيض فلات مثل ما قاعد نشوف بعدين قاعد يصير لا. وبعدين شغله وإيه لأنه شغله وداون لايت. شنو الزاوية هذه بالضبط شنو هي؟ هو انتوا قاعد تشوفون الداون لايت لما يشتغل ركز على الورد اللي على الطاولة بينما الويف لينجز الويف لينجز هي انها تونبل انت تقدرين تتحكمين من الابيض للاورنج وهذه شفتها يعني باكثر من فيت اوت انا طبعا بستغلك الحين يعني كوني انا عندي فشنو اسهل بالنسبه لك ان مشروع مثلا قائم وانت تحطين فيه اضاءاتك وتنوعين فيه او انك تبدين من الصفر؟ ابدي من الصفر فور شور. اسهل لك؟ اي. ليش؟ لان انت عندك المجال ان انت تبدعين فيه، تقدرين تتحكمين بالتكييف، تقدرين تتحكمين بالاسقف، تقدرين تقترحين على الانتيريور ديزاينر انه تعال خلينا نضيف هذه النقطه هنا، ايش رايك تسوي هالتفصيله بالحجر على هذا الحائط؟ فاكيد تقدرين تبدعين اكثر من شيء جايك جاهز وانت بس